السلام عليكم شباب شلونكم شلون اخباركم ان شاء الله كل بخير آه فيديو اليوم آه عن اعدادات انفيديا آه الاعدادات المناسبه عشان آه تحصل افضل اداء وفريمات زياده بالالعاب فهشي جدا مهم انك آه تسويه لانه عن جد في بعض الاعدادات اللي لازم تسويها آه من خلال هاي النافذه وراح تعطيك آه فرق جدا حلو بالاداء وراح تلاحظ هالشي بنفسك ان شاء الله بعد ما تطبق الاعدادات بنفسك وتسويها بالنسبه للببجي ستيم فانا نزلت شرح عن الاعدادات الجرافيك باللعبه جوا من اللعبه نفسها وايش تاثيرها على الفريمات فاذا بدك تشاهد الفيديو هذا وعم تلعب ببجي ستيم فانصحك تشاهده وعشان تعرف كل شيء عن الاعدادات وايش ف... وايش تاثيره على الفريمات المهم خلينا نبدا يا شباب بالاعدادات بدون ما نطول الحكي لا تنسى تحط لايك وتشترك بالقناه وتفعل الجرس طبعا شلون تفتح هاي النافذة بسيطة كتير رايت right كليك كبسة باليمين بالماوس على أي مكان فاضي نفيدك كنترول بانل تدخل عليها استنى شوي راح يدخلك عليها أول نافذة تجي عنا هي نافذة الـ Adjust Image Settings with Preview هاي النافذة شي مهم انك تسوي انك تحط على اخر وحدة وتنزل على الاخير هذا الخط الشخطة الزرقاء مثل ما شايفها وتعطيه ابلاي وبعد ما ت... بعد ما بعد ما تعطيه ابلاي ترجع ترجعها على الوسط عشان نستخدم المانج 3 دي سيتنجز مثل ما شايفين طبعا بعد ما تطبق الخطوه تسويه وتعطيه تطبيق ابلاي نروح على الخطوه اللي بعدها المانج 3 دي Settings فراح تلاحظ انه ما بعرف انت بالاول شوف الاعدادات هون وبعد ما تطبق الخطوه الاولى ارجع عليها راح تشوف انه اغلب يعني تقريبا اغلب الاعدادات آه صار عليهم اوف يعني ايقاف فهالشيء حلو لكن هذا مو كل شيء لازم لان في بعض الاعدادات اللي انت لازم يدويا تغيرها هالاعدادات هم خليني اقول عليهم هي اول شيء اللو ليتنسي مود طبعا هاي عشان رده الفعل والتاخير حطها اون انا ما عندي اجهزه عشان اختبرها اذا اذا عن جد بتفرق ولا لا لك انا مخليها اوف ويعني بما اني ما لاحظت فرق بين الاون والالترا ultra لا تخليها الترا ما بعرف يعني لانه لساتها اتوقع تجريبيه فشي صعب انك تعتمد عليها كتير بجوز تسبب لك شويه مشاكل فخليها اون انا وجربتها انا بنفسي ما لاحظت اي فرق بين الاون والاوف او خليها اوف لكن المهم هو الباور مانجمنت مود عشان يعطي للكارت اقصى طاقه ممكنه افضل اداء قصدي او طاقه بنفس الوقت فهي راح تكون على الاوبتيمال باور لانت خليها على البرفور ماكسيمم بيرفورمانس يعني الوصول الى حد اقصى من الاداء فهذا الشي جدا مهم انك تسويه آه، عندنا اختيار الاوبن جي ال آه، هذا دائما اختار كرت الشاشه جدا مهم ونيجي جوا خالص آه، ان التكشر كواليتي تكون محطوطه آه، عندك بيرفورمانس وهاي بيرفورمانس طبعا باين الهاي بيرفورمانس افضل اداء ممكن لكن انا بدي والله شويه كواليتي وشويه جوده فاخليها على كواليتي لكن اذا حطيتها على البرفورمانس فراح تاخذ خمس فريمات زياده ما بعرف اذا الشيء راح يفرق كثير معك اذا كان كرتك ضعيف فخليها بيرفورمانس واذا كان يعني شوي ضعيف كتير فخليها هاي بيرفورمانس راح تعطيك افضل اداء ممكن فرتيكال سينك دائما طفيها لانه هي راح تسبب لك تاخير برده الفعل وشغله واحده هسه راح اتطرق لها مباشره اذا طفيتها هون وجيت على بتاع الجي سينج ما بعرف اذا حدا منكم عنده جي سينج انا برضه مطفيها بصراحه انا برضه مطفيها الجي سينج فبالاول طف اذا رحت تطفي الجي سينج فال الفيرتيكال سينج اخر شيء راح ترد وتشتغل يعني بالاول طفي الجي سينج وبعدين تعال طفي هاي عشان ما تضل شغاله فشيء جدا جدا جد مهم انك انه ما يروح عن بالك طبعا الاعداد اللي بعده بالمنافذ بتاع الانفيديا هو ال البيسك طبعا هي دائما تكون على الاوتو فانا ما انصحك بالشيء هذا وما انصحك تخليها على السي بي يو دائما خليها على الجي بي يو اذا كان كرت شاشتك شوي قوي وحلو فلا تخلي الضغط كثير على السي بي يو لان الشيء راح يسبب شوية تقطيع ويعني ما مش الاداء الحلو فاكيد يعني السي بي يو راح يسوي مهمات كتير بالجهاز فانصحك تخلي لهذا هذا هون مش على السي لكن على الجي يو باقي الاعدادات أه مثل ما شايفين يا شباب مهم كتير انه اذا عندك شاشه فانك تحط اقصى عدد فريمات ممكن تعطيك الشاشه هو 144 من خانه البي سي مثل ما كنتم شايفين عنا هون الناتف ما راح تعطيك اكثر من 60 فتنزل جوا على البي سي تختارها وتحط 144 الكلور uh, سيتينجز انا بصراحه مش مستخدم شيء فيهم ولا مغير شيء فيهم الشيء الوحيد اللي تقدر تغيره هو الديجيتال فيبرنس يعني عشان يعطيك يعني تشبع بالالوان افضل شوي فإذا بدك تقدر تعليها مثلا شوي وتشوف الالوان شلون صارت غامقه اكثر شوي احلى تحكم بهذا الخيار اترك الباقيه مثل ما هما هم يمديك تتحكم بنفس الوقت بالبرايتنس والكونتراست والغاما لكن انا بصراحه مخليهم مثل ما هما هم. يعني الوان الشاشه الاساسيه هون ما غيرنا شيء هون برضه ما تغير شيء هون برضه ما تغير شيء أه هون جدا مهم انك تحطها فول سكرين وعلى الديسبلاي تعطيها يس yes. فول سكرين دائما افضل شيء عشان الالعاب عشان ما يصير عندك مشاكل دروب اف بي اس وما بعرف ايش دائما فول سكرين حتى بالالعاب فول سكرين دائما نفس تنسى تطفي الفيسنج باي لعبه ممكن تلعبها لانه هاي اه اه تخلي التزامن بين الكرت الشاشه والشاشه عشان يحصرون الفريمات بعدد معين واكيد اذا اذا انت عم تلعب مثلا لعبه شوتر سي اس جو فورتنايت او او بوب جي اكيد يعني بدك فريمات اكثر فطفيهم هذول الجي سينج والجي والفي سينج الجي سينج يعني سويت تزامن بدون تاخير بس انا بصراحه يعني ما لقيت الا اي فائده يعني بصراحه انا مطفيها من جهتي اذا ما كان قطعه شيب بالشاشه نفسها اذا الشاشه نفسها ما تدعم قطعه الشيب فما في اي داعي لها السفتوير هذا الغبي ما بعرف اتوقع يعني مثل الدعاية او شيء عشان يحصلون فلوس اكثر من ورا الشاشات ما بعرف انا عم لكم جهاز اني اني اختبرهم ما عندي فانا مطفيها بصراحه مثل ما باقي الالوان انا مخليها على بتاع الشاشه او يمديك تختار بتاع الانفيديا مثلا تقدر من هون تجي تحطه على فل الوان هاي الأشخاص اللي عندهم هوس بالألوان فهذا الشي سوي مع إني ترى أنا راح أخليه على هاي ما يهمني يعني الألوان كتير بصراحة غير إذا كنت يعني شخص عن جد عنده محتوى وما بعرف إيش هذا الشي تاني محتوى يعني وإنت تحب الألوان لكن أنا ال- الألوان شاشة الأي بي إس ما عجبتني أنا جدا يعني مبالغ فيها أشوفها. اقرب للواقعيه بس برضو بالالعاب تخرب علي فهذا كان كل شيء يا شباب بما يتعلق بخانه انفيديا وفي برضه بعض الاعدادات من من الويندوز نظام الويندوز نفسه اللي لازم تسويها عشان تعطيك اداء لسه افضل بكتير لكن هذا راح يكون فيديو منفصل ان شاء الله تكونوا استفدتوا يا شباب كان هيك الشرح شوي طويل وشوي مفصل لكن ماشي اتوقع استفدتوا على كل حال يعطيكم الف عافيه اللي شاهد واشوفكم في الفيديو الجاي السلام عليكم